السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الروضة الأولى في مادة التربية الإسلامية مجال العقيدة الإسلامية. نتابع معا اليوم أعزائي الطلاب درس جديد بعنوان القرآن الكريم، فهل أنتم مستعدون؟ دعونا نبدأ. صف ماذا تشاهد بالصورة المعروضة أمامك؟ نعم أحسنتم، القرآن الكريم. إذن هذا هو القرآن الكريم. شاهد عزيزي الطالب الفيديو التعليمي بالضغط على الرابط المرفق، ومن ثم دعونا نتابع. أيضا لدينا هنا صورة القرآن الكريم. نحن نعرف أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، نزل باللغة العربية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا ننسى، نزل القرآن باللغة العربية. أما الآن أعزائي الطلاب، سأحدثكم عن اهتمام دولة قطر بالقرآن الكريم. اهتمت دولة قطر فكان لها قناة لبث القرآن الكريم، وهي قناة دوحة القرآن. وأيضا يوجد الكثير من المراكز التي يتم بها حفظ القرآن الكريم، مثل مركز موزة بنت محمد. إذن هذه الدولة العظيمة اهتمت اهتماما كبيرا بالقرآن، حفظه وأيضا تعليم القاعدة النورانية. اللهم بارك لهذه الدولة. دعونا معا الآن نتعلم ماذا أفعل مع القرآن الكريم. فكر عزيزي الطالب، القرآن الكريم كتاب الله تعالى، أنا أحب القرآن الكريم. هنا نشاهد صورة مصحف قطر التي تم طباعته في داخل دولة قطر، ولكن ماذا نفعل من خلال الصور؟ الآن نعرف آداب التعامل مع القرآن الكريم. أولا، أحافظ على القرآن فأختار له مكانا مناسبا. أتوضأ قبل قراءة القرآن الكريم. أحسن الاستماع للقرآن الكريم. أحسن تلاوة القرآن الكريم. إذن تأدب عزيزي الطالب مع هذا الكتاب. ما هي فوائد القرآن الكريم؟ يسألني أحد الطلاب معلمتي، لماذا أقرأ القرآن؟ ما هي الفائدة؟ أنا أقول لك أن القرآن الكريم يعلمنا السلوك الحسن مع الناس. تلاوة القرآن تزيد الحسنات. وكيف ذلك يا معلمتي؟ أقول لك عزيزي الطالب، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن كل حرف في القرآن الكريم نحصل به على عشر درجات وحسنات عند الله تعالى. والآن هيا أعزائي الطلاب، دعونا نجيب عن هذه الأسئلة لنعزز درس اليوم. من هو ربك؟ من هو رسولك؟ ما هو كتابك؟ وما دينك؟ أحسنتم، ربنا هو الله، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما كتابنا هو القرآن الكريم. إذن نحن من دين الإسلام. أحسنتم جميعا. هيا حدثني عزيزي الطالب، كيف تتعامل مع القرآن الكريم؟ رائع، يجب علينا احترام القرآن الكريم، لا نضع شيئا فوقه، نحسن تلاوته. رائع. نعم، أيضا يجب علينا ألا نمزق أوراقه، نقرأه بتدبر وخشوع. أشكركم على المتابعة، أشكركم على الاستماع، أتمنى لكم الفائدة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.